ابيض. تعالي كده نفذت لك اللي اتفقنا عليه. وانا عند وعدي معاك. امسك. الله، هو احنا مش اتفقنا كان على حتتين كمان؟ انا شغل اللي فرد ده ما بحبوش. هديك الباقي لما تنفذ اللي هقولك عليه. كديزاينر ما بكرهش قد تعديلات الكلاين. اسمع بس، رحمة أختي متجوزة سراج في السر، وأظن أنت عارف ده كويس. مش بس عارف، أنا معايا صورة من عقد الجواز ده. بإني كده أقطع أنت جاي في إيه، فأحب أقول لك إن العقد ده بالذات لا مؤاخذة بره الاتفاق بتاعنا. سعره عالي وعايز أبيعه للي يقدره. أنت عارف أنت مشكلتك إيه يا وليد؟ إنك ما بتتعلمش. صورة العقد ده زي ما هي معاك معايا. الله، ده احنا مخوين جن بقى. زي ما تقول كده، هتنفذ اللي هقولك عليه وهخليك تكسب على الآخر. ها قلت ايه؟ نصرة طلعت متفقة مع اللي اسمه وليد ده، وهي اللي مخليها يعمل موضوع الصور. انت لازم تتصرف. هو انت مش قايلة لي ايه يا رحمة؟ مش قايلة لك ايه؟ يعني ايه مش فاهم؟ يعني ازاي خلاكي تنزلينه على الاتيليه بالسهوله دي؟ هددني وقال لي لو ما عملتيش كده هيودي صوره عقد الجوازنا لشايناس. انا كنت بعمل كده عشان احميك. وهو وصل لعقد جوازنا ده في اوضه نوم ازاي يا رحمه؟ معرفش، انا هيعرفني يعني. وبعدين انت تقصد ايه بقى ان شاء الله؟ قصدك ايه يعني؟ يعني انا غلطان عشان بحميك وبحافظ عليك؟ اسف المقطع، في واحد بره عايز يقابل حضرتك، بيقول ان هو اسمه وليد. اكيد المدام حكيت لك كتير عني، فقلت اجي لك بنفسي. وانت ما شاء الله عليك راجل شواف، وتقدر كويس قيمه صوره العقد اللي معايا قبل ما اروح لمدام شيناز وهي اللي تقدره. انت عارف يا وليد، بكرهش في حياتي قد حاجتين، الغباء والطمع. وانت ما شاء الله فيك الاتنين، ما كفاكش الاتيليه اللي ضربت عليه جاي عايز زياده، وفاكر انك هتيجي هنا تعمل شويتين اللي عملتهم عليها واخاف. انا هسيبك تفكر، واول ما تجهز الفلوس تكلمني. 10 مليون يا سراج، 10 مليون. باي يا مدام.